بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. اخباركم ايه؟ ان شاء الله هبدأ لكم النهاردة في نوع من الفيديوهات جديد، حاجات كل الناس يا شباب في البيت لازم يبقى معاها الديفايسز او المكونات اللي انا هبدأ ان شاء الله اشتغل عليها واحدة واحدة. هنبدأ حاجات بسيطة جدا. انا دلوقتي لو رحت اجر بيت، اجر شقة، او انا بشتري شقة او بيت جاهز وعايز تمام اشوف الافياش او السكت اللي موجوده في البيت كله شغاله تمام ولا لا. كانت الناس في الاول واحد يجيب لك موبايل ويبدا يشتغل عليه ويشوف فاصل له كهرباء ولا لا، ويلف بيه بقى على السوكت، او الناس بتجيب المفك اللي هو التستر، مفك فيه لمبه كده بتوصله باللاين، بيدي لك طرف الطرف ده واصل فيه لاين ولا لا. طبعا الكلام ده كله كلام قديم. في حاجة بسيطة جدا ورخيصة جدا احنا ممكن نشتغل عليها هتوفر معانا تمام موضوع الاختبارات، هيبقى موضوع بسيط تمام وهيبقى موضوع سهل جدا. انا معايا النهاردة تمام السوكت تيستر يا شباب. السوكت تيستر زي ما انتم شايفين انا في عندي سوكت تيستر بركبه على السوكت او على الفيشة تمام، ليه ثلاث اطراف، طرف الثلاث اطراف بتوع الافياش احنا عارفينهم تمام. اي فيشه ليها ثلاث اطراف في السنجل فيز، لاين ونيوترال وايرث. غالبا بيكون الطرف اللي فوق هو الايرث في السوكت تمام، وبيبقى الطرفين اللي تحت هما اللاين والنيوترال. طبعا في الوضع الطبيعي انا لو انا عايز اختبر السوكت وعايز اشوف هل اللاين مظبوط في مكانه تمام، والكهربائي مش مبدل اللاين مكان النيوترال لان ليه ستاندرد، ولا اللاين متبدل مكان النيوترال والنيوترال مكان اللاين، او مبدل اللاين تمام مكان الايرث والايرث مكان اللاين. المهم ان الاطراف الثلاثه تمام فيهم مشكله، او السوكت دي اصلا مش شغاله. فانا بجيب ديفايس بسيط جدا رخيص تمام اسمه سوكت تيستر. سوكت تيستر من اي شركه، المهم ان هو ايه سوكت تيستر. هو محطوط عليه على الرسمه بتاعته تمام، على الشكل محطوط عليه نقاط او علامات بتوضح لي الاختبار. طيب لو انا والله رحت جبت التيستر ده يا شباب وركبت وظهر عندي زي ما انا شايف كده اللمبه، في عندي ثلاث لمبات، اللمبه اللي في اليسار، اللمبه اللي في النص، اللمبه اللي في اليمين. انا حاطط السوكت كده باصص عليه شايف ثلاث لمبات. لو اللمبه اللي في اليسار اون منوره واللمبه اللي في النص اون، يبقى انا في الوضع الكوريكت، يبقى السوكت دي واصله وسليمه ومظبوطه وتمام. اهو الليجند دي او الرسمه اللي مكتوبه على التستر تمام، بتقول لي والله لو اللمبتين اللي هم الاحمر والاحمر الاثنين اللي على اليسار دول واللي على اليمين مطفيه، يبقى ده الوضع الكوريكت بتاعي، يبقى اللاين مكان اللاين والنيوترال مكان النيوترال والارث مكان الارث. طيب لو انا عندي اوبن جراوند، يعني الطرف بتاع الجراوند مش واصل للسوكت دي، ودي معلومه مهمه جدا، لازم اي سوكت يبقى واصل لها جراوند عشان تبدا تفرغ الشحنات الكهرومغناطيسيه اللي موجوده في السوكت والاجهزه اللي بتركب على السوكت دي. لو الطرف بتاع الجراوند اوبن يعني مفتوح مش واصل، سواء كان مش واصل من ناحيه السوكت او مش واصل من الناحيه الثانيه اللي هي في ناحيه اللوحه تمام، ده بيديني اللمبه اللي على اليسار بس من الثلاثه هي اللي منوره. يبقى انا لو اللمبه دي نورت والاثنين دول مطفيين بيقول لي اوبن جراوند، يبقى انا في عندي اوبن جراوند، عرفت ان الطرف اللي في النص اللي هو بتاع الجراوند مش واصل. طيب الحاله بعد كده اللي هي لو انا عندي اوبن نيوترال، اوبن نيوترال يعني الطرف بتاع النيوترال مش واصل، سواء كان مش واصل السلك مش مربوط في السوكت تمام، او السلك مش مربوط الناحيه الثانيه في اللوحه بتاعتي، يبقى هيبقى لو الطرف اللي لو اللمبه اللي في النص منوره والاثنين اللي حواليها دول اليمين واليسار مطفيين، ده هيبقى اوبن نيوترال. يبقى احنا خدنا الوضع الكوريكت، الاثنين اللي على اليسار منورين. لو اللمبه اللي على اليسار منوره والاثنين اللي على اليمين مطفيين، ده اوبن جراوند، يعني روح اعمل تشيك على الطرف بتاع الجراوند، ممكن ما يكونش واصل من ناحيه السوكت او من ناحيه الدايره بتاعتك. طبعا لو التستر ده مش منور كل اللمبات، ده معناها ان اللايف مش واصل، اللايف اللي هو الخط الخاص باللاين. طبعا لو الثلاثة مطفيين هو السوكت ده بياخد الباور بتاعه من الخط بتاع اللاين. لو الثلاثة مطفيين بيبقى ده معناه ان اوبن لايف او اللاين بتاعي مش واصل. طيب لو انا عندي الاثنين اللي على اليمين منورين واللي على اليسار مطفية، ده معناه ان اللايف والجراوند ريفيرس،
يعني هو مبدل بين الطرف الجراوند واللايف. طيب لو الاولى والاخيره منورين واللي في النص مطفيه معناها اللايف اللي هي اللاين، تمام، والنيوترال ريفيرس. طيب بعد كده لو كل الثلاثه منورين معناها اللايف والجراوند ريفيرس وفي ميسنج جراوند، يعني الاثنين اللاين تمام والجراوند مفصوله والجراوند بتاعي تمام مفقود، يبقى انا الليجند اللي قدامي دي او شكل السوكت بتوضح لي كل حاجه. طبعا لو انا عايز اشوف، لو انا عايز اشوف اعطال، انا في عندي الصوره الثانيه اهو احد السوكتس انا مركب فيها السوكت تيستر، لقيت اللمبه اللي في النص نورت والاثنين التانيين مطفيين، اعمل ايه يا باشمهندس؟ كل اللي اعمله هروح للرسمه هلاقي دي انهي حاله منهم يا شباب؟ ركز، تمام بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، اللمبه الاولى والاخيره مطفيه واللي في النص بس منوره، دي معناها اوبن نيوترال، يعني الطرف بتاع النيوترال تمام مش واصل سواء كان في السوكت او الناحيه الثانيه، ده اوبن نيوترال. طيب عشان ناكد بس، تمام، لو احنا شفنا السوكت اهو الوضع الطبيعي، انا مركب في الجدار مركب السوكت، لو اللمبتين دول منورين ده معناه ان انا في الوضع الكوريكت، اللاين مع اللاين والنيوترال مع النيوترال والايرث مع الايرث، يبقى ده اختبار بسيط جدا. طب ايه الميزه الثانيه اللي بتوضحها لي السوكت تيستر مش موجوده في المفك بتاع التيستر البسيط ده بتاعي؟ ان انا بعرف الفولتج اللي موجود عندي كام. يعني التيستر استحاله هيقول لي والله الفولت كام، لا التيستر ده المفك قصدي مش هيقول لي الفولت كام، انا هنا بقدر اعرف قيمه الفولت المظبوط طالع من عندي من اللوحه رايح للسوكت ولا لا. يعني انا مثلا الكهرباء عندي 220 او 230، هقيس هلاقي قيمه الجهد مكتوبه عندي على الشاشه. يبقى ببساطه انا بمسك كل السوكتس، السوكتس طبعا فيها بعض السوكت بيبقى فيها سويتش، خلي بالك لازم يبقى الطرف الاحمر ده باين، يعني انت ضاغط لتحت عشان الطرف الاحمر يبقى ظاهر، ده معناه ان السوكت واصل له باور. لو انت ضغطت عليه لجوه والطرف الاحمر ده مش ظاهر معناه ان انت فصلت من المفتاح ده. يبقى انا ركبت التستر وشفت الحاله بتاعتي وعرفت هل الكهربائي تمام شغال معايا صح، وهل التوصيلات مظبوطه، هل في يعني طرف متبدل او معكوس ولا لا، هل السوكت اصلا شغاله ولا لا. وبعد ما عرفت القصه دي بكتب الريبورت بتاعي على كل السوكتس، او لو انا في البيت عندي ببقى عارف السوكت اللي فيها مشكله وهو حدد لي المشكله، بدل ما انا لسه هقعد ادور قال لي والله لو كله مطفيين يبقى اوبن لايف، يبقى الفيشه دي او السوكت ده مش واصل له كهرباء، انا ابدا اشوف هل المشكله في السوكت نفسها، هل في سلكه فكت عندي ولا الطرف الثاني فيه مشكله، وابدا اعمل التست بتاعي. طيب لو انا في عندي اوبن جراوند يبقى الطرف اليسار بس هو اللي منور، يبقى انا هروح للطرف الجراوند اشوفه من الناحيه الاولى والناحيه الاخيره في اللوح. لو انا عندي اوبن نيوترال بعمل نفس القصه، يبقى انا عملت كده فولت دايجنوزس، عملت تشخيص للعطل بتاعي، ثانيا عرفت قيمه الجهد اللي موجوده في السوكت. وده يا شباب كان الفيديو بتاعنا، فيديو بسيط جدا بيتكلم عن السوكت تيستر. انصح اي حد بيشتغل في الكهرباء او مش بيشتغل في الكهرباء يقتني هذا السوكت تيستر ويعمل بيه تيست في اي مكان ممكن يروحه، بالذات الناس اللي هو بيأجر شقه جديد او بيت جديد او فيلا جديده تمام هي مبنيه اصلا، يحاول يعمل تشيك على كل السوكتس اللي موجوده عنده ويبدا يظبط لو في عنده اي مشاكل بناء على التشخيص اللي بيظهر من السوكت تيستر. واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.